وحول تقرير الصليب الأحمر عن المغيبين والمفقودين في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. مرحبا بك معنا أستاذ عادل، أهلا وسهلا، حياكم الله. أزمة المخفيين قصرا في العراق إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والحقوقية الموجودة في البلاد، وهي تتفاقم بالمناسبة مع كل يعني عملية عسكرية جديدة تضاف إلى هذه الأزمة مزيد من الأعداد والأسماء والمفقودين. ما رصده تقرير الصليب الأحمر نشر اليوم يدفعنا للسؤال عن نظرة المجتمع الدولي عامة والحقوقي خاصة لقضية المخفيين في العراق. هل هو مجرد فقط الإعلان عن هذه الأرقام والحالات، أم أن هناك دورا ما ينتظر من المجتمع الدولي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام. حقيقة تعمدت الحكومة العراقية منذ سنوات بأذرعها القضائية والتحقيقية والإعلامية والسياسية إلى إخفاء وتسويف ومماطلة في قضية المختطفين والمغيبين، بالرغم من الأدلة المتوفرة والشهادات التي من الممكن من خلالها الوصول إلى الجاني وبالتالي الاقتصاص والمحاكمة. أيضا عمدت الحكومات المتعاقدة إلى اللعب على عامل الوقت الذي تحاول قدر الممكن أخذ أكبر وقت ليتم وضع هذه القضية في خانة النسيان كسابقاتها من الجرائم، وأيضا أخذ فترة أطول ليتم التلاعب بالأوراق التحقيقية وطمس الشهادات وبالتالي إفلات الجنات من العقاب. وإلا كيف يفسر غياب المئات من المختطفين بلا تحقيق ولا نتائج تحقيقية واضحة، وغياب دور القضاء بالكامل عن القضية؟ لم يتم إلى الآن استدعاء وزير الداخلية أو قادة الأجهزة الأمنية للتحقيق، وإنما اكتفوا بأخذ إفادات عن الحادثة، حادثة الاختطاف، ولم يتم المباشرة بإجراءات جدية للوصول إلى الجنات. مع العلم هذه القضية من الممكن لو تم التحقيق فيها بإنصاف وحيادية لربما سنشهد محاكمة قيادات أمنية كبيرة ووزراء وممكن حتى رئيس وزراء، بحكم إن القوات المتواجدة كانت تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، وبالتالي المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على رأس الهرم في هذه المسؤولية أولا، ونزولا إلى أصغرهم في الرتبة بحكم نعم. المسؤولية العسكرية والأمنية والسلطة إعطاء الأوامر بالتنفيذ. نعم، الدور الذي تقوم به الميليشيات خطير في تفاقم أزمة المغيبين، وهي إحدى يعني الفواعل الأساسية في هذه الأزمة. هل رصدتم كحقوقيين أي دور من الحكومة للحد من جرائم الميليشيات في ملف الإخفاء القسري؟ هل هناك تحسن في الملف؟ نعم، حقيقة دور الميليشيات في قضية الاختطاف هو دور رئيسي. الميليشيات وأذرعها وسلطتها داخل الدولة ونفوذها داخل الحكومة مكنها من القيام بالكثير من الجرائم سواء الخطف أو القتل. يعني يتم تبرير وتسويق جرائم القتل هذه دائما، يعني يتم تبريرها كردات فعل أو قضايا عشائرية أو دفاع عن النفس، كما حصل في جريمة نهر الإمام، تهجير أهالي نهر الإمام، أو كما حصل في جريمة جبلة في محافظة بابل. دائما ما تجد مبرر سريع وقانوني وأمني لمثل هذه الحوادث الإجرامية، وبالتالي تريد الميليشيات والسلطة الوصول إلى هذه النقطة في جريمة إخفاء مغيبي الصقلاوية، بالرغم من الضغط من المنظمات المحلية والدولية والمراصد مدعومة بشهادات حقيقية عيانية عن الحادث، إلا أنه لم يتم التعامل الجدي مع الحادث. أيضا لدينا مقبرة جماعية اكتشفت سيطرة الصقور ل 640 جثة، اكتشفت إلى الآن هي بلا تحقيق. يعني حاولت ميليشيا كبيرة إحاطة هذه
مخبره لسياج كونكري للعبث بهذا الدليل وربما تم ذلك. لم نسمع الى الان الى هذه اللحظه نتائج تحقيق ورد حقيقي عن هذه القضيه. نعم. الى اين ذهبت الجثث والادله واين تم اخفاؤها؟ هل تم التلاعب فيها؟ لا احد يعلم الادله. يعني التلاعب في الادله حاضر والمماطله حاضره والافلات من العقاب للاسف الشديد حاضر ايضا. ولكن هناك سؤال يعني ربما تاخرت في طرحه ولكن هو سؤال مهم للغايه. جريمه الاخفاء القسري هي جريمه متعديه كما تعرفون، وهي لا تقف عند اخفاء هذا الشخص المستهدف، انما ايضا تتعدى الى ايذاء اهله وذويه وابنائه وعائلته، وهناك مخفيون منذ عده سنوات. لماذا تلجأ بعض الأنظمة أو الميليشيات إلى هذا الأسلوب وهذه الطريقة وهي مخالفة للنظم والأنظمة الحقوقية وأنظمة العدالة؟ حقيقة هذه الجريمة، جريمة الإخفاء القسري، اعتمدتها أنظمة قمعية جرامية. حدثت هذه الجرائم في البوسنة إبان التطهير العرقي، وأيضا حدثت في انتفاضة الكشميريين على النظام الهندي، وفي إيران، وفي الصين ضد الأويغور، حدثت أيضا في العراق بنظام الاحتلال وما بعدها. هذه الجرائم حدثت بظل وجود نظام داعم وقضاء داعم وبيئة عنصرية طائفية سياسية وفتاوى داعمة لهكذا الجريمة. وأيضا هي تحصل من جانب أنظمة لإخفاء فئة سكانية كبيرة وإضعافها وإفقارها وإرغامها على الخضوع، ومن جانب آخر يصبح من السهل جدا إحلال سكان آخرين مكان السكان الأصليين محاولة لطمس وجودهم وإضافة إيديولوجيات جديدة ورسم ديموغرافيا جديدة وواقع جديد وفرضه على من تبقى من السكان كواقع. لكن يعني حقيقة يأبى التاريخ أن يكتب مرتين، فالجذور ثابتة وراسخة رغم وجود هكذا أنظمة إجرامية وقمعية. طيب أستاذ عادل، ذو مغيبي الصقلوية على سبيل المثال وغيرهم من المحافظات يقولون إن المسؤولين لا يلقون لهم بالا، لا يردون على طلباتهم بالكشف عن ذويهم، وفي هذه الحالة إلى من يتوجهون؟ هل هناك منظمات أو أطراف يمكن أن يتوجهوا إليها؟ نعم، كما هو معلوم هذه الجريمة هي لم تقع على سكان الصقلاوية فقط، صحيح، بل وقعت على الكثير من المدن. وأيضا هي ليست مصيبة ذوو المختطفين في الصقلاوية فقط، بل إن وقعت هذه مسؤولية الجميع. المطالبة بالكشف عن مصير المغيبين يجب أن يكون شعبيا وعشائريا من أهالي المدن المنكوبة وجميع العراقيين ومن رجال الدين بالخصوص وشيوخ العشائر والنشطاء، لأن هذه الجريمة من الممكن إعادة استنساخها مرة أخرى في ظل هكذا حكومة هزيلة وقضاء صامت عن الجرائم. وبالتالي هذه القضية مسؤولية الجميع بلا استثناء. وكما معلوم إن التحركات الشعبية وإعلاء الصوت والمطالبة بالحقوق بلا خوف هو عامل ضغط داخلي في العراق وخارجه. نعم. ويغير الكثير من المعادلات. يعني أنت تتوقع أن هذا يعني هذا الضغط يمكن أن يلقى صدى واستجابة سواء داخليا أو خارجيا، وإنه ما هو حاصل الآن ليس ضغطا بالشكل الكافي؟ نعم، يعني كما يعني الرصد والمتابعة والتوثيق ويعني فضحها للرأي العام بمساعدة الأهالي والنشطاء والمنظمات نجح نوعا ما في حل قضية جبلة على سبيل المثال وإبرازها للرأي العام العراقي والدولي كجريمة هزت المجتمع الدولي وساهمت على كشفها بعد إن حاولت الحكومة طمس الحقيقة في وقتها. يعني هنا يعني يجب أن يأخذ الجميع مسؤولياته والقيام بها كي لا نكون نحن جميعا المختطفين المغيبين مستقبلا. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ عادل الخزاعي المتحدث باسم المرصد العراقي
للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. نعم.